قبل الله من آيات الصدن إيا الله إلى آيات أفرتن إيا اللح وصورة الحجوين وحينو الدنبيسي ذلك من يعظم حرمات الله إلهي وحيابه حرمي وحرام ياله قفك وينيه وكدير هذا فهو خير له عند ربي وحلت لكم الأنعام نعم ولدي والدين حلالي قال يا الله دي عارقة إلا ما يطلع عليكم إحلي كنت الأغريام وصورة المعيدة إيه فاجتنبوا الرجسة قرنك كدير هذا ومن الأوثان السلام كا واجتنبوا قول الزوري حنفاء حالاتهين كوا أدعي لله وحق الله ساعي غير مشركين مشركين غير كل حالاتهم به الله أدو شريكي لسان ومن يشرك بالله فكأنما خر وعيسوا وكسوا دعي بإلا كدق أنت من السماء فتخدفه أي لدف عيسوا أدنى يرشمرت عون عيسوا أو تهوي به الروح الضبيش أي كتور في مكان سعير ذلك أمر الله ذلك أمرك الله واصدا لإذن شيئا ومن يعظم قفك وين شعائر الله ألا علامة الدين كيسا يعني الدين كيسا قفك وينية فإنها وينين تاسمن تغل قلوبي قلبك عبسيدي سيكاد كمرتها يعني وحي كتمد إلى شعائرت ألا ويني ساي قلبك عبسيدي كترت شعائرت ووحى الله وحي دين أه ويكمدين أعماش حجك كمدين ودين توردن يمسائش الدين توردن شعائر الدين بالي هذا مسجد كان وشعائر الدين وهي إسلامات كذا وشعائر الدين وهي وحل وحي الدين تإسلام كمده لوين إياه قفك قلب جيس تقو كتب ثم بسيدة يل وهي معنا ذلك أمر الله ذلك أمرك الله وسيدة الله صار شيء ومن يعظم قفك وينية شعائر الله الله علامة الدين كيس قفك وينية فإنها وينين تاسي من تقوى القلوب قلبك عبسي ليس كمتها قفك عن قلبك إيسا عبسي كتير وحدان أكمال الدين تإسلام هانيسان هدو الدول لكم محايدين سبنا هذا مركز شعائرتها وحاكمتها ولها حدك الله ودئي اللي قورعي وشعار الدين بيكمدهين قيل إشعار بالغسة وإنت كورس كدين عبير إحدى اللي قطره يديك اللي قد أنس الله قرته إنه هدي يدي هاي شعائرته كمده هاي لكم محايدين سبنا هذا فيها شعائرتها هي بدونتها قيل آذوك حين إسان منافع منفعوين إلى أجل مدى مسمى الله مقعابي ثم محلها حلال وقيد ملكا لقورع سباي إلى البيت العتيق وي بيتك خياجي وي وقديمك وفي عوي ملكا منافع بات كل يدهن نفك بدون هذا يحجك الله وضو عانها واتكسي مالها دو إرمايحي واتسيف فولي هداد أباهته لقر تيسا هداد وات كل نفعيكتا انت اي بدونده تهي شعائر الدين تهي انت كلب واد كو انفعين لكن مركا حق حجك لو كوو الى بيت العتيق لا غارو غور عيد محلالو بيوي لكم حايدين سغناد فيها شعائرتا خولها شعائر الدين كاملة منافع منفعوين الى اجل مسمى انت لما عابك مدد اد غعنت كو هيسان ثم محلها حلال وغير وقت قال غور عياي إلى البيت العتيق وي بيت كحرمة له ولكل أمة أمة أرك كل قد جعلنا وحان أي لي من سكن عمل أي كعمل فسان أجارة ليذكر اسم الله في اسمك الله أي حسان على ما شيء على دبح ما شيء قول عيسى يقود الحسان رزقهم قال له أرزاقي ومن بهيمة تلعنا أنعام النعم وليد بهيمة ذا أو حمقرة ذا فإلهكم إلهين إله إله ويوحد الأكلية فله ألي أسلموه قانسما وبشره بشارة المخبتين كوا مطيعين تأه الله أدعي المخبتين كوا مطمئنين على الطاعة داعة كنك أمتك استقوا تشيرته عملوا قارة إليه طاعة وقارة حيث كلمت يسمرك أمضوه إيمانيان وحيابك للدوان بيك لليهين قلوا البشر عقارة اللي السميين حق توحيد كوا إستقامد قلوا الباء عمل قاره هي شرع قال إليهن إذن كنا شرعنا لإذن سمعيه مركا وها إذن كلا إذن كسوا شرعه أمضوا لبو خزقه ألسي مركا قورا عيان إن اسمك الله كحسان اسمك الله كحسان يالو سمعيه بكا الله وحوليه اسكو إله باتين كلهين أعماشه إنها بكا لدواناته اسكو إله باتين اسكو الله عابده مخبتين تنقوا بشاره هو مضيعين تها الله أدعي ولكل أمة أم الله أركو جعلنا وحانوية لمسكن عبادة أقارة
عمل أجار عن أسمائي محل أسمائي عمل كأجار ليذكر اسم الله ألا مجعيس إني حسان على ما رزقهم وهو أرزاقهم من بهيمة الأنعام نعم وليد أن وحبقرنا إننا إلهي عقلك إن أوقق هذا لو إسككين علين لها يعني فإلهكم إلهي إنه إله إله وي واحد وكلية فله إساق كلجي أسلموا أهو قانسما وبشروا بشارع المخبتين بيتك وحالي ليذكر اسم الله ما كان الحالي لتكبروا الله على ما هداكم إن أتكبارتان marka neefki la gowracay udhiyada aha iyo neefka soo la gowracay bismillaah allahu akbar baa loo gowracay bismillaah allahu akbar nabiga kaleey salaatu wasalaam laba wan oo daran oo geysalo xog xog badan inta halka iskaga taagay markuu gowracay bismillaah allahu akbar marka labada baa lagu dari culimada qaar baa leh waxba allahu akbar san lagu dari maayo waa lagu dari way wabashiru bishaari al mukhbitina kuwa muti'inta allah adayay ee ku xasiloon cibaadada Alle alladiina kuwa weeye idaa dhukira Allahu Alla markii la xuso wajilad ay cabsan quluubuhum qalbiyaalkoodu iyo wasaabiriina kuwa ku sabray ala ma asaabo wax asaybo dhibaato ah iyo wal muqiimi salaati salaada kuwa ooga wamimma ki rajaqnaahum an ku arzaaqnayna yunfiquuna bixiya mukhbatiintu waa kuwa intee sifaa lagu sheegay markii Alla la xuso way cabsanaya markii alla la xuso way cabsanayaan saabiriintana ku dar wixii asiibay ku sabra kuwa salaad ooga salaad oogideeda qofku markuu salaada ka adkaado cibaadadii kale oo dhan way u dhibi yartahay waa taariikh ibn al-qurdubi meesha wuxuu ka saaray dadka markii alla ay xusayaan mid qaatan ee boodboodo ee raqas ka sameeyay kooda alla xusayaan ee yidhaahda alla aan xusayna way waalan yihiin boodo kuwaas dad ma aha boodo sheef dadka markay Alla xusayaan yar min qaalsanay wuxogay waxay fudayd ku jiray raqasaha day doonaan dadkaas dikri ma aha waxaas qofku markay Alla la xuso waa inuu dego oo khushuuco oo hoos isugu noqdo dib isugu noqdo way alladina kuwa yumukhbitin tu ila dhikra Allahu Alla markay la xuso wajilad ay cabsan quluubuhum qalbiyaalkoodu qalbigooda cabsi gali oo deedna degi oo dib isu fikire wasaabirina kuwa ka sabray weeye ala ma asaba wixii asiba oo dhibaato ah wal muqiimi salaati salaada kuwa ooga weeye wamimma ki xaqiisa tazaqnaan an ku arzaaqnayna yunfiquuna bixiya wal muqiimi salaati sadax qiraa'iya la sheegayo wal muqiimi salaati way soo idaafaysan yahay hada nunti idaafa loo gooyay qoliya waxay akhriyeen wal muqiimiina salaata taasna dib ma loo mafcuul weeye wal muqiimi salaata kuwa akhriyay taasa hadalle nunti takhfif baa loo gooyay ee idaafa loo gooyay inta dhalinyarada inuu ku baraarujineyna wal budna geeli budni waxa la yiraahdaa al badana hasha la yiraahdaa marka geeli kacbada loo waday ee xagga lagu gowracay jacalnaha waxaan yeelay lakum idinka min shaa'irillaahi ilaahi calaamatu diinkiisa idinka yeelu waa calaamad diini ah inaad geelka haysaan lakum waxaa idinku sugan fiha budinta dhexdeeda khayr u khayr sawaabaad ka helaysaan markaad hadiisaan oo gowracdaan sawaabaad ka helaysaan waad cunaysaan مساكين تاتسين إيسا فاذكر اسم الله ألا مجعيسا كحسا عليها الدشيادة صوافا يدو صدح كتاقن فذا وجبت مركي لعضة جنوبها لنع يهيدو مركي دولك كردعان مركي دين عيدو الكرد فتح فكلو كعنا منها حق هذا إذنك كعنا وادعمو قوضية القانعة ننك بريدون كإهن سؤاجي والمعترة كإيسا صوبا نقيل لكنا وحبا بريد كذلك سيداسا سخرناها usaxday idin ku sahalay lakum idinka iyadoo idin ku xoog badan oo iska keen cilin karta yaa saad doontaan u galeysaan oo gowracaysaan oo kaxaysanaysaan la'alakum tashkuruna sa'adu shukrida geelaas wa sha'airillahi alla diintiisa calaama kamida weeye fadhkuru ismallahi alayha wa kan sheegaynaayo bisinka iyo dhikrigi bismillahi allahu akbar baa la isugu dari sawafa waxa weeye isagoo inta la jeeni xiro yaa taagnida lagu gowracay geel sawafa fardaha inta badal fardaha markay taagan yihiin iyo cid sida u dhigo saddex lugoodna ku taagnaan marka geeli isaba saddex lugood ku taagan luguna xidantahay gowraca culimada qaar baa waxay leeyahay fadhiga geela laguma gowraci karo sida sunnadu waa in taagnida inta la qabto oo la jilib xidho taagnida lagu gowracay dhunta laga gowraco waxa weeye qofkii aan awood u lahayn ma qofkan awood u lahayn waa la fadhiisin waayo culimada qaarna waxay leeyihiin
wala fadhiisina inta la fadhiisiyo fadhiga lagu gowray sidaas ay u badan tahay marka geelu gudun ha ahaado looda ka waran loodii geelu waa isku mid baa wal budna luqada markii la yiraahdo geel ay ku dhici laakiin loodu waa lamido neefka loodii toddobu ka gudi neefka geel ay toddobu ka gudi waa isla mid way laakiin adiga iyo looda tiifka lagu gowray marka neefki geela markii la gowraco dhinaca markuu dhac waa markay naftu ka baxdee intaad qadistaan cuna cunida marka ma sunna mise waajib ninka udhiyada gowracay inuu cuno waa sunna waajib ma aha nabigu geeli la gowracay intu midba in ka soo gooyay uu mar xeena ka baday sidaas uu yeelay nabigu cali sallallahu alayhi wasallam al qani' wal mu'tar tafasiir badan bay leedahay al qani' qofka dariska kula ah oo baahan al qani' qofka su'aal doonka ah القانق قفك أمصن وقنا عسن وحين كنت دينين القانق قفك سؤالها أهو وحسية له يوم عتر قفك استصوب النجاء اسمه شيء وإنه بري الدنيا اسمه شيء لكن أنا هذين والبدن الجيلي كعبد اللو ذي جعلناها وحنكية لكم إذا كم شعائر الله لا الدين في سان كمد دجلي لكم إذا كم وحيد كسرنا فيها جيل خير وخير فاذكر اسم الله مقع على كود الحس عليها على دبحها قول عيد الصواف يد صدح كتشوكته فإذا وجبت مركز على جنوبها قيل أدين عوض مركز نعه أردوك كل نعه جنوب هذا فاعلكيا فكلوا عنا منها كعنا إذنك واصنة واجماها وادعم القانعة وفك السؤال دونك هو سؤالنا وح سؤال شينا قوضية يقول معترق قفك إستصوبا لكي oo badiyay isu soo bandhigay laakiin aan su'aalin kadaalika sida adarkaysan oo u gowracanaysan oo u kaxaysanaysan saxaqarna halkum idin ku sahalay laakum tashkuruna siyaadu shufida ritiga weyna goolka ah ya ruux ilma yar intu iska faruul xidhu iska hoggaansan intu jilibka ka xidhu gowracano iska qalan ilaahay baa inoo saxira subhana wa taala la yanaala allah ma gaado alla luhumaha hilbkeedu ولا دماؤها ديجيزو لما قاله ولكن يناله وحا قاله الله وأقبله أتقوى حفصي ومنكم ذي كاهاته ويحي ألا درتي لو قورعه يا ألا قاله أو ألا أقبله كذلك سلاسو سخرها لكم إذن كو سخري لتكبروا الله إناد ألا كبارتان وينيسان على ما هداكم سيدوا إذين هنونيين وبشر أبشاري المحسنين محسنين تأبشاري nimankii mushrikuul arabaha iyo makka deganaa ya caadadooda waxay markay aslaamto xoolo u qalaan yey hilibka intay sharjaraan u ballaadiyaan yey aslaamta agteeda iyo kaacabada lafteeda iyo masaajid masjidu xurmaha iyo meelahaas ay wada geynayeen dhigana way marmarinayeen markaas ay muslimiintu waxay damcayeen inay sidaa yeelaan markaas ay dhig la daadiyo oo wax la marmariyo hilib meel lagu daadiyo waxba tari maayo wixii alle dirti loo bixin baa wax tari waxa la dirti loo bixin waa intaad gowracdo meeshii alle mari ku yiri waa inaad maris waxba dhig marbadantana qiimad ma leebaley marka alle subhanahu wa ta'ala saasu ina leeyahay lan yana allah gaadi maayaan oo alle aqbali maayo weyn luhumaha hilbkeeda walaa dimaaha dhigeedu hadaan dhigan alle dirti loo gowricin waxba alle aqbali maayo muxuu aqbali alle dirti wixii loola jeedo laakiin yanaaluhu alle waxa gaari oo uu aqbali attaqwa allaka cabsada minkum si kastaba u cunoo cid kastaba siiyo waxaad alla dagti u sameysaan bu alla idinka aqbali kadalika sidaas aad arkaysaan yusakharaha lakum xoolaha idinku sahlay oo u gowdacanaysaan litukabbirullaha alla inaad kibaratan ala ma hadaakum waxa uu idinku hanuuniyay oo ay kamid tahay xoolahan aad sadaqaysanaysaan wabashiru bishaari almuhsinin kuwa samafala alihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah sida adoo arko waa inaad Alle u caabudo ilam ta kunta dhaafayno yara ihsaanka saasoo nabi ku fasiray muhsin inna allaha alla yudafi'u wu difaaca anil ladina ku aamanu mu'minoobay inna allaha alla la yuhibbu ma jecla kull khawanin khayana badne kafurino gaalnimo badna ayadu waxay ku timid markay saxaabadu joogeen maka ya qarkood yar xanaaqeen oo xamaasadi qaaday oo qaar baa waxay damceen gaal kasto ay fursad u helaan oo ay gaadmo ku helaan inay dilaan oo qaar badan ay igtiyaala bay damceen markaas ay sida ma aha hada dagaal lama ogole ilaahi baa idin difaaci idin nabad gelin baa leeyahay ka jooga waxba hadilina
markii de dagaalka la idin idana mooyaanay u kaadiya way ayadu halkaasii tilmaamaysaa in allah la yidafuu wu difaaca wa difaaci qumana an alladina ku aamanu mu'minu bay oo sharka gaalada alla wa ka celiya in allah la yuhibu ma jaala kull khawani khayan badana kulli kafurin oo gaalima badna udina wala idnay lilladina kuwi yuqataluna lala dagaalka dagaalkii waa loo idnay maxaa loogu idnay sabab aanuhum iyagu dulmi waa la dulmiyay wa inna allaha lana ala nasrihim gargaarkooda qadiirun u kara allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay mu'miniinta awwalu ayatin oo dagaal la idin waa midan markuu nabigu hijrooday oo saxaabadiina qayb weyn hijroodeen yaa dagaalkii loo idnay maxaa dagaalka loogu idnay dagaal baa lagu qaaday iyaga lagu bilaabay dagaal marka dagaalka waxaa loo jideeyay jihadka loo jideeyay qofka muslimka ee islaamka soo galay inuu nabadgelyahan isla markaana la difaaco dhulka la degan yahay islaanimadii la difaaco gaaladana wixii ahla wixii dacwada ka hor yimaada la baabiyo lala dagaalamo sidaas ay jihadka loo jideeyay in dadka diinta lagu qaswo qalbigooda lagu shubo jihadka looma jideeyin udina waa la idnay lilladina kuwi yuqataluna lala dagaalamay للقتال دقال بالله إذنك محانا الله إذن بأنه بسبب أنه ظلمي ولا ظلمي وإن الله ألنا على نصرهم لقدير ووكرة الله إساقون دقال بكوة جبيلين إنه ألا الدفاع وقرقار ووكرة دقال كان قيمة أولى إسلام كوي شرفت ولا صابحي شهادة لقيه لي قال ويكعب سنيا الإسلام كويكعب سنيا لكن سبحانه وتعالى إساقون دقال كوة جبيلين إن الله على نصرهم لقدير وكوة كوة صلى إذنك الذين كوا يخرجوا لغا ساري من ديارهم غريهود بغير حق حق دفر لغا ساري إلا أن يقولوا إن يدهين المويان ربنا ربك يا الله وي ولولا دفع الله ألا كهرقين تي سهدي للايه أنا صدتك بعضهم قارك ببعض قارك كهرقين يهدي للايه وضتك قار دقالما أن لديهن وضتك الله دقالما لديهن فاسقين تا لهدمت وألا دمين لها صوامعو صومعادا fubanti nasarada meeshi galayeen ba soomaal leeyna iyo biyo kanaysadaha nasarada iyo salaawaatu kanaysadaha yahuuda iyo masajidu masajid yidkadu lagu xusi fiha dhaxdeed ismullahi alla ismiisa kaseera din badan wala yansurallahu alla ugu gargaari man yasuruhu qofki ugu gargaaro diintiisa iyo nabigiisa iyo diintiisa ugu gargaara inallaha allana laqawiyyu fi xoog badan way aziizun qaalibuhu عدة ألا لتشروا الله كالمين أيون عدنا كات كان مش ولا دع لبحيي واقوه قريه دي بالله ساري بغير حق دم بيجود كلية وحوي ربنا الله انت وين دم بيقف سنين مرك حق مؤمنين تدي ربنا الله هو حق لكن قال هذا الدم بيلتها إن الله كلي جيل عابده قال هذا بين عود الدم بيكوتها هذا إلهي ذاتك إسكور جينين وذاتك إسكور درين وذاتك مؤمنين تأجيهات كلاه إذنين ayna dadka mushrikiinta si fiican ula dagaalamin mushrikiintaasu talaabooyin bay qaadeen meelaha lagu alla lagu caabudo oo dhan iyo dumi lahayn oo baabeen lahayn sawmacadu waxa la yiri rubaanti qabla islaam rubaanta rubaanu nasara guriye yar yar oo cidid oo ku cibaadeysan jireen weeyo sawmacadu biyacuna waa kaniisadaha nasarada salawaatuna waa kaniisadaha yahuuda marka salawtu bay ahayd salawtu bay ahayd salawtu waxaa lagu carabiyay salaawaad baa lagu carabiyay ku masajid masajidadan waa la dumilla marka fiihaada damirka fiihaha ku jira quliya yiri masajidada kaliya uu noqon ilaa kuwa alla lagu xusee maca kuwa suu noqono kuwa ba barigi ay haadirka intayna diinta taariifinin allah baa lagu xusi jiray marka meel ka soo alla lagu caabudo yey dumillaahayn hadaan dadka la isku dilino jihadka la sharciyeyni way qolada la idinay dagaalama la yiri alladina kuwa yukhruju laga saaray min diyaarin guriyooda bi qeyr xaqin gardar looga saaray wa nabiyullahi muhammad iyo saxaabadiisa ila an yaqulu in yidahdeen un mooyaan rabbuna rabbiga ya allah dambiga kaliya ilayhi wa ka dambina ma aha ee xaqa gaaladu dambi ka yahay wulaad dafcu allah alla ka horgeyntiisa hadii la la yahay anaasa dadka uu ka horgeynayo bacdoon qarkood bi bacdin oo jihad kala idinin لو دمت ولا دمن لها صوامع بولس الرباتها لدمن لها يبيع كنيستها أين سارد ولا ذهاي وصلوات كنيستها يهود ولا ذهاي يوم مساجد مساجد
يذكر اللي يحس في هذا اسم الله ألم يعيسى اللي يحس كثيرا إن بدن هذا ويتم تايو ميشان جهادي ضد مسلم وحوق له كجنين ساجدوا ضد أولا الدمية ولا لقى الدمية وكي هذا لقى الشيء يتوبية ذا حقا أجرسة مساجدان لقبي وكيلي هذه جهاد جيلو مساجدان لألم قبي ولا ينصرن الله ألا وقرقار من يسور قفكي وقرقار قفكي الدين تحقق أقاته وجهادك وحكاك له oo diinta u gargaara Allah ba u gargaaray Allah ha sala jira inna Allah ala laqawiyun ka xooga badan weeye azizun oo qaalibo cidno ka daba shaqayn karin marka Allah cidu la jirun ba guuleysanaysa way alladina kuwa weeye kuwaas kuwi hore ka sifee alladina kuwa weeye imma kanahum hadaan u gacan gelino fil ardh dulka aqamu salata salat oogaya wa tawu zakata zakatana bixinaya wa amaru amr bil ma'ruf wa hawanaksan amri wa nahuna hi an al munkari humant ولله الله نوحى وسونا ذي عقبة الأمور أمور تعرف هذا الدم بعرف هذا الدم قفك ألا لجر وبعرف هذا الدم بئ وناكسن كم بهلي عثمان بن عفان وحولي رضي الله عنه أن جي آيات النشيج يسبود أرجع يا أبو بكر يا عمر يا علي أن جي النشيج يسبود بركي أنا ما كه قهني إن مدينة تجن إلهي رولك نوج عنجل ين دولة نخني ذاك هي صلاة دي ينهي dadkii diintii baan ku baahinay go marka qof kasta qolada muuminiinta alla la jira waxa weeye alla u gargaarayo kuwa haday xukunka qabtaan diinta hirgelinayo way oo dadka waxun kanahay waxa fiican u sheegi oo sidaasi weeyaan xad oo finayo cilmiga faafinayo aqoonta saxay way waa kuwa waa kuwa laga saari guriyohoodi alladina kuwa yimma kana madan makanino u gacan gelina fil ardh dulka أقاموا الصلاة صلاة أوغي وأتوا الزكاة زكاة نبحين وأمروا أمر بالمعروف وحوا ناكسا أمر ونهوا أنفي عن المكار حمانت ولله الله وحاوسا عاقبة الأمور أمور تعربت هذا الدم الله أمبا حكم سبحانه وتعالى سيد أول كذب حكمه وإن يكذبوك نبي الله محمد وهديك بينيا فقد كذبت وي بينيسي قبلهم القوم النوح باب بينيا وعادوا فيها عادنا وي بينيا وسمودوا فيها سمودنا وي بينيا وقوم إبراهيم إبراهيم قوم كيسين ويبانيا وقوم لوط بابانيا وأصحاب مدين مدين ذاتك شغا شعيب بانيا وكذب موسى موسى والبانيا فأمليت وانو يركاديا للكافرين قال دوانو سوي وان دبدق عقاب طاري ثم أخذتهم واقبتي إف كيف سيدي كان أهيد نكيري عقابتي ودفرد ذايد ودفرد مركي العقاب واحد wixii ay wateen ba raali laga ahayno laga horgeeyay kayfa kaana nakiiri koor imaatinkayga aan dafiray sidoo aha ciqaab soo ugu dhacday way Nabii Ilaahay Muhammad baa la tasliin oo qalbigiisa calaacloolatkay fusulka horeeyso la beenin jiray ba jiray adna adkayso nabiga lagu leeyay fusulka horeeyso oo la beenin jiray ba jirta adkayso wadadoodi mad baa la leeyay marka kujiba Muusa si gooni ah loo sheegay kuwa kale waxa beeniyay qoomkoodi ba leeyay kudiba Muusa Muusa qoomkiisa ma beeninnde waxa beeniyay reer qibdi ba beeniyay qoomkiisa reer banu Israa'il ma ina beeninnde Nabii Ilaahay Muusa qoomkiisa ma saata bu kudiba Muusa lalay way yukadibu ka day kuwana ku beeniyaan aad la joogto faqad kadabad way beenisheen qablahum iyaga hortood qoomu Nuuxin wa Aad iyo wa Samud wa qoom Ibraahim wa qoom Lut iyo ashaab Madiina Madiin dadkii deganaa وكذب موسى موسى ولا بيني ثقهم كسيما بيني نيني ثقب دبا بيني فأمليت واسجاي وان دب دجاي للكافرين قال العقاب طاري العقاب الكافرين قال العقاب طاري وان دب دجاي ثم أخذتهم وان قبتين إف كيف سيدي كان أها نكيري أنا قبضت ذي دفري دي عن دفري إن كهر إمدي إن عقاب كهر جي سيدي أهيد وين فكاي إن بدن أو من قرية مجالة يان أهلكنا أهل أجنبوا ألا ليه وهي ظالمة ظالمة أيهين وفي خاوية وحي كسور دعضي على عروشها عرش جاذب كسور دعضي عرش هو واحد دوسة سارا مالك انت يبالي يودي وعرش جيك رصور دعي يتيرك انه كدو اللعنب اللغة تيرا تيرك با عرش كدو اللعي يو بئر عال معضلة لقدتها يو قصر دار مشيد او دار ولقدتها ايغنا اي مثال لها لقيم imisaan alla qaryaha laagay guud oo magaaladoodii burburtay imisaa ceel dadku aad ugu cabbi jireen oo qalabadna laga dhaqaaqay guud
يدار نسانو داري مثال لقيت تجينا مركا قولدنا الله هذا اللي يأيو حليلا قولدنا المسلك العربي ورساس هذا عضي كوانا قاتا سيدا لليه فكأي نين بادنو من قرية مقالة يعني أهلقنا ها هلاقنا وهي الظالمة دين الظالمة هاين وحق كتاق انتا إلا ما هلاقين فهي خاوية ويكدل دعدي على عروشها سانقاف كذب يكدل دعدي عرسي مركو مركو رسول دعي يقديهنا كدل لعنتي ربكي إيو وبيئرين بيئرين توا حيكو عطفان تهي قرية انتا يكو عطفان تهي وبيئرين عيل معضلة لقيت تهي وانتي قلب بدن أولها كذب وحكا عبياء وكسا عروري شدين إيوه وقصر دار مشيد ولا قرية له ونور اللمري وعب أفلم يسيروا قولا الله اللي بقى الله اللي يا إنك نوالين شيء أفلم يسيروا ميانا يسعون في الأرض دولك قلبي أهان يا فكرة دهان ميانا دولك يسعونين فكرة دهو ده أين دولك إلا قلبي قواد نوافسين كتا أو فكرة دولك تكسو وريجين كتا يا بدن كودا ميانا منا يسعونين وفتكون الله ويسونا تقلوب قلبيا ليعقلون بها وحكو قرانا أو آدان الدقاء يسمعون بها وحكو مقليا فإنها قصدة تتوحوية لا تعمل أبصار إن دهن ظاهر كيه مبال لما باله يعني هذه لباله واحدة بمالوين ولكن تعمل قلوب قلبك عند باله التي قلوبتي في صدور قلبك كتشرتين ولكن تعمل قلوب قلبيا الكيبا عند باله التي في صدور اللابتة كتشرتين وين وإسلا قلبي اللاب وإسلامين marka dhagaha iyo indhaha cilmiga lagu faa'iideysaa labada dhagaha iyo indhaha waxaad aragtay waxaad maqashay way cilmu marka maskaxda kaydinaysa qalbiguna uu fasiro oo qalbigu uu fahmi waa lagu fahmi marka mayayna dhulka marin oo qalbigooda dhulka ku balaadin inoo fikirin badankooda mayayna soo marin badankooda mayayna soo marin oo marka aqliguna u kordhin way wax maxay aqli u kordhin oo dhagahooda ayna waxa jira ku maqal marka qalbiga ka indha beeleen oo qalbiga laga indha beela daahinka in beelkiisu dib mal qalbiga markii laga indha beere way dibku afalama suurumiyaani suuni fil adadulka badana wa fikratan midna miyeena dulka u suunin oo fatakuuna allahu ma yusuna taqulubun qalbiyalo yaqiluna biha ay wax ku fahmi aw aadaanu dhagaysmuuna biha ay wax ku maqli fa innaha qisada jirta waxa way la taamal absaru indha dhaahirkihi mabbeelaan oo mamadubaada يعني هذي مذوبان وحد بملي ولكن تعمى وحاد بولنت القلوب قلبيان التي قلوبتي في صدور لا تكون تبا يا دبولما لا تعمل قلوب قلبه إيه لا تعمل بصاره من دهن مد 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 دبولمان هذي دبولمان ندب ملي ولكن تعمى وحاد بولما القلوب قلبياشي التي قلبياشي في صدوري لا تكون تبا دبولما والله سبحانه وتعالى